رومانسية النجوم تخطف قلوب المتابعين. محمد أول مرة. الحب والرومانسية بين عمرو يوسف وكندا علوش خلوهم يتصدروا الترند قبل كم يوم بلقطات عفوية خطفت قلب المتابعين خلال فعاليات مهرجان فينيسيا لما كان إلى جانبها وبيدعمها بعد عرض النزوح. وتفاعلوا الكثار مع الحب والرومانسية اللي بينهم، خاصة لما نادته كندا ليكون جنبها بالصورة وتحتفل بالنجاح معه. وهاللقطات بين النجوم دايماً بتشد المتابعين، فقبل هيك أحلام كانت حديث الصحافة لما فاجأها زوجها مبارك الهاجري وابنهم فاهد بالصعود للمسرح بعد انتهاء حفلها بموسم الرياض قبل 10 شهور، وحضنوها بعفوية وباسها زوجها على راسها. أما فاهد فضل ماسك إيدها وباسها كمان بعد ما شافوها بتبكي ومتأثرة. أنا فاهد ولدي. ومحمد أول مرة. وبنفس الطريقة ألكسندر علوم فاجأ رحمة رياض والجمهور على مسرح بابل في العراق وطلع سلم عليها وباسها على رأسها. لكن يبدو أنه فائق حسن ما عنده طريقة معينة ليعبر فيها عن حبه لأصالة، فبيعبر بكل الطرق على السوشيال ميديا، على الواتساب، أو مثل قبل 9 شهور لما بردت أصالة بحفلها في أويسس الرياض وأعطاها عبايته لتتدفى فيها. أما أحمد داود وعلا رشدي فطريقتهم غير الكل، وحبهم بيعبروا عنه لما يرقصوا مع بعض مثل ما عملوا على ريد كاربت مهرجان الجونة 2019 أو بكل مكان بيكونوا فيه مع بعض. يتعلموا يتعلموا من رقادي يتعلموا.